مساء الخير، معاكم بشاير الشيباني. السنة هذه مشاركة في معرض العطور مع بوتيكات بعطرين يدد، عطر نوستالجيا وعطر نوفمبر، وكذلك مشاركة في ست للشعر، طبعاً بلس العطور القديمة. يسألوني شنو يعني نوستالجيا؟ نوستالجيا هو الحنين إلى الماضي، وعطر نوفمبر هو الشهر اللي أنا نولدت فيه. والشيء الحلو اللي أنا منزلتها اللي هو ست الشعر Good Old Days، في ثلاث عطور للشعر 1960 و1970 و1980. طبعاً كل عطر يحمل عبق السنوات هذه، يعني الستينات والسبعينات والثمانينات. طبعاً من أكثر عطوري اللي يعني عليها طلب ودائماً أنسأل عنها عطر ديجافو. أحب أسماء العطور تكون غريبة نوعاً ما، أتمنى أن عطوري تحوز على رضاكم.